السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الوجهه ديالنا مغاره ايمي نفري، ثاني اكبر مغاره في المغرب. يلا تعيشوا معنا هذه المغامره. ها حنا الاخوان وصلنا لهذه المغاره اللي هي مغاره ايمي نفري، ثاني اكبر مغاره في المغرب اللي كتواجد في مدينه دمنات باقليم ازيلال. هذه المغاره كتفصلها مسافه 72 كيلومتر من مدينه ازيلال وحوالي 8 كيلومتر من مدينه دمنات. شوفوا معنا سبحان الله كي دايره هذه المغاره العملاقه من الداخل. اخوان شوفوا سبحان الله العظيم، قطرات ديال الماء كطيح من السطح ديال هذه المغاره اللي هي قنطره ربانيه، ان كيتوالف الطريق فوق منها. وسبحان الله هاد المغارة كيصوت معاها بزاف الانواع ديال الطيور مثل الحمام والغراب والخفافيش. الان غنوصلوا الطريق للفوق. شوفوا الدروج فين كاين، دروج ضيق وخطير في نفس الوقت. الاخوان كاين كيتوالد شي مسكن داخل هاد الحجرة، راهو مش راجم وراه واحد الطريق المدخل على ما اظن لهيه. كاين شي حد كيسكن هاد المرتفع الصخري. الاخوان غنحاول نستكشف شنو هذا الشيء، واش شي مسكن كاين داخل ديال الحجره او لا شي طريق سريه. المهم غنحاول نستكشف شنو هذا الشيء وغنطلع، لكن للاسف ما كاينش اللي صورني مني غنطلع حتى نوصل تما وعاود نخدم الكاميرا. هانا طلعت الاخوان، للاسف ما كاينش اللي صورني حيت انا بوحدي، لكن الاهم هو نستكشف اشنو كاين هنايا.
خلاو هاد النوافذ ربما في ايام السيبه كانوا كيراقبوا منهم المنابع ديال الماء. ضيقة بزاف. شوفوا على ديكور. الان انا كنتواجد تقريبا في السطح ديال المغاره، يعني في واحد المنطقه خطيره جدا. سبحان الله، هذه شي طريق قديمه صوبوها الاسلاف ديالنا. شوفوا كي دايره. دابا غادي نرجع في هذا الممر الضيق. الاخوان الان غنضطر نحبس التصوير حتى ننزل في واحد الصخره خطيره وغنديكم المنابع اللي كيتواجدوا لداخل ديال هذه المغاره. شوفوا سبحان الله العظيم كي كيتدفق الماء من الداخل ديال هاد الصخور، لكن للاسف هاد الماء ديال هاد المنطقه مالح بزاف.
الاخوان اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد.